سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. مقدمة يا مقدمة، يعني هذه مقدمة، يا مقدمة لباب تفعيل قدم، قدم بلازم شو بمتعديش هاتوا لكلام عربة. أجر لازم كيبي هرتواني مقدمة خواني تو معناي متقدمي باب تفعلي هيا. أجر لمتعدي كشي بمقدمة هر ولا اسم مفعول كياتي، يعني أو دستيك بيش دراوة. جا أجر مقدمش بياني شن لازمة، يعني أويك لبيش ويا نك بيش دراوة. جاء علي أم مصنفي إيما، يعني إذا مقدمة دارا ومتني هناك متني تلخيص المفتاح حكاية. علي مصنفي إيما رتب المختصر على مقدمة وثلاثة فنون، وأتى أم مختصر كي خوي كقرار بولا سر تلخيص المفتاح حكبيلي، يا سر شرح دريجة كي خوي كورتيكاتوا ترتيبي مختصر كيدا نن هر نج مختصري أم شن أم شارحة مختصري أمي منزوري شن أم لمقدمة كام مصنف يعبرين مؤلف ناوي كتابة كي خوي وتي أها وتي مختصرك منوسي ونبو بلا ما مصير وتي مختصرك منوسي ألفت مختصرا أو مختصرة ويك يعني بقالي شيناتي المختصر رتب المختصر، يعني مصنف مختصر كيك وعدي تأليف دابو ترتيبي دا، يعني الريز بندي كرد لسر مقدميك وسيدا نفن، يعني سيجور لعلمي بلاغة كعلمي بلاغة أبي بو سيجور معاني بيانو بديع بو وايكر لأنه المذكور فيه باشا إما لأنه المذكور فيه أو اشتباه أو لأن المذكور فيه أوعي لبرأوي شن أوي كذكر كلا ولا مختصر كذا، يعني بويا يلا مقدمة كوسيد أنا فنا شن كأوي كذكر كلا ولا مختصر كذا إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن أو لا، يا لبي شمي مقاصد يعني مقصودي بالذات لم فنا يا مقصودي بالذات نية أو هو مقصودي بزادنية الثاني المقدمة دو مك مقدمة مقصودي بزادنية فقد أويك لمقدمة كداهيا أبيت هوي زانين بو أويك بو مقصودي بزاتك وأترجى خوشك بو أويك توب مقصودي بزاتك بقي والأول أولك كبريتي لا أويك لقبيل مقاصد يعني مقصودي بزاته إن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المرادي فهو الفن الأول. أجر ما بس لا أو خو باراستن به لها لا كردن لا أدا كردني أو معناي كما بس متكلمة أو فني أول زور جاري وهاي بهلا أدا كردني ما بس إذا توشي كي شاكا مثلا نية لا خبر هوالا استا كابرا رفيقي هي لشويني كي دوري هر دو كان خلقي شويني كن داني كان هاتوا توا بو ماوي باوكي بو سردان بو او شوينة كسوكاري رفيقي كي دين هوال رفيقي كي لي ابرسن اگر اماوا با عرامي بلي ولا اشكر وزعي باشو اوش خريكي كارو باري خويتي وامانا اما اتي هيش شتيق رونا دا اما مطابقي مقتزاي حالة بلا ما قال لغو يجبش بقرآن لي بخوين دو ساخو سلامة حيش كشي كيني أو مثلاً بوجوره بيجي، ورنجة هرواجبة، وليه كبراء أو عند خيرات دردونه بنو أظن بخو واحد من بلايك بسلا توبه وامسوينا ناقو، ونيا، أها هلايك ردو لا أدايشيا لا أداي مقصودة لا أداي ما بستكيا ما بستكيا أو وياك أو الراجع يعني بيانك، بلى خمي النبي والحمد لله رفقان كركان ساق وصلامته ويش كشيء كيني وأمان، بلى بجوري أدايك كشيء عم بدروسك، جاء أم علم فير ما نكا يعني علم معاني كخو باريز بين لهلا كردن لبري وبردن يا جياندن لجياندني أو تايي كما بسته
جاء أجر وابو فني أولا كبير علمي معاني وإلا أجر هاتو غرز احتراز لخطأ لتأدية معنى مرادة نبو فإن كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي أجر هدف لأوخو باريزيبو لتعقيد معنوي يعني مثلا تو تعقيد معنوي دروزنكي واتا لمعنى دا قريبوشك دروزنكي بو مخاطب فهو الفن الثاني هو فني دوما إيجادي قريب كردن معمولا لفني دوما كعلم بيانا كباسي تشبيه كناية ومجازو أعجو رشتان أكري جاري واهية إنسان توشي تعقيدي معنوي أبي يعني معنى كم معقد أكا شون معنى معقد أكا واتم معنايك كاركتب مخاطبك بقياني استفادة لأسلوبك كي كمخاطبي تو لو أسلوبتي ناقا بوشي لو أسلوبتي ناقا شنك أو أسلوب لو مقطعا لعرفة غريبة أسلوبك مثلا إذا كانت تو كاركتا كنايك بدس بيني كنايك بكيلا اويك وقت انسان دز تكاري تازا كاركا لدز درشوا لكردي خو معنا علي شي بيجن علي شرك راو شرك جاوا كشل بو دار خلاوا كشل بكاسي قال انت كي بسر وي زرو المساله يتر تو كاركتا بمخاطبك او الراقياني كأمكاريتو لموقعي خوانية فرستي أنجامي أمكاري لدزرتشوا حالبي وكوشون مثلا شركة كراوة أبو لأيني شركة دسي بداية دارو شوية دفاعك كرداها بلام شركة كراوة شركة كجاوة توا هيتش كارك نماوة تازا أو بو دارا قرر داري دزنا كوتوا بو داري كقرر كتير شركة كاوانية أما لكردية واياجا إسا أقر إما أم أسلوبة بقوري مثلا بلين شرك راو شرك جاوا كشلبو تفن قرا عربي يعني دارك كيف تفن يعني او اسلوب لا يخلق لزيني خلق دار معروفه شاكا تولي واشيه كي او معناها او الى عرفه كدريه كي او معناها معقد ابي بلاي او اما تعقيدي معنويه جاء ام علمي بيانه فير ما نقا كيما لو تعقيد معنوي انا خومن باريزي البته همیشه جوانیه جالی و های تعقید بود رو سکن بود تاخی کرنوی بیروهاش اول لگر رای گشتی فرقی هی وقتی که تو قصه اکی مثلا خطابه یک ادهی لبر اوی او خطابه یک ادهی که خلق لیل تیبگا پس کواتا اولو کتا مناسب نیه اما جالی و های هر خود تعقید رو سکی بوشی تعقید که رو سکی بو اوی که تمرینی ذهنی پیو که ذهنی پی رابینی باشه لبرو أوهم معما ولغزو أو هنيك زوتر كراون وشاد إساش هرب كريان بكمو كسري بو أويك بو تاقي كارية كواتا أوجد ذاتي خويا خراونية حالبي برام لواقعة أقر تو خطابة أدي بو أويك خلق ليو تيبقى معناه وايا أوا شتيكي آسائي وزرورية كأشي تو معناك معقدنكي إنا بونمون لوانا هي علي ويك تعقيد كدروس كا شاعر استرنج زور صحيح جني خوين موا شعري كي فارسي هي رنج هري حجرة كردية كان بفقي بزوق خوان سازيان كردوا علي زل بيار جستم زد الشرقي باشا أمجر علي زد الشرقي بقلبه تصحيفه دري وتازي ودواي تحليل لسلف زكاني كي رنجا استاذو بوي من هدف مقاي عندني ما بستكي نخوة نوع شعرك يعني كأمال نية على زدي شرقي داوا كردوا لليوي ياركي ما شاكي كي ويستوا خب باشا أم زدي شرقية شونة شي توصل أم ما شا زور مشكلة حالبي ولي نية على بشوار دانا تصرف يكي كان بقلب يعني قلبي حرف كان اللي كان هروش يعني قلبي حرف كان جي غوركي جي غوركي كردن بحرف كان بتصحيف مثلا جي غوران كاري لنقطه كان لحرف كان اما هو اي كان دري دري يعني فارسي اي كان عربي بزماني عربي مثلا زدي شرقي
اگر لنظر انگلیسی شقیه بتا غربی غربی اگر تصحیفی که ابی با عربی یعنی نقطه کی لی لابی و حرکه کانی بگوری او بتصحیف بیت چی ابی عربی اگر لصورتی که مثلا عربی قلبی تیاکی حرف جی حرف کانی ابی ربیع ربيعيش أقربي كيبه فارسي أبي ببهار بهار أقربي مثلا تصحيفي كي نقطة كيبه لسره وبيت النهار نهار أقر ترجمه كيتو بفارسي أبي الروز باشا باشا الروز أقربي كيتو بعربي أبي يوم يوم أقر قلبي تياكي أبي مو موي ميمي كوابي كوية موي أمجار موي أقربي كيتو بعربي الشعر باشا شعر أجر مثلاً تصحيفي كي أبيت شعر شعر واتايك يتر أبيت بيت باشا بيت جقال بيت شعري معناها تري هي أبيت دار دار يعني خانو خانو أجر قلبي تياكي أبيت راد باشا راد أجر تصحيفي كي أبيت زاد زاد أجر بكيتو بفارسي أبيت توشة أجر توشة تصحيفي كي أبيت بوسة يعني أهم زحمتي كشاوة هتاوكو شتكي أوايد سكوتوا باشا مزور ويا جاء تصحيف خويني هر خدي تصحيف هر قراني أو نقطة وين مولوي لشعر كإشارة كا بو تصحيف يجي بالي باسي أو كا كقرفتاري بو دروس سبي لازم دقياو مثلا بوفق مراد بوينا جزري يجي بله خیلی وان خریق زاکی زحمتم بالکو و رابو برشو عسرتم آره زور دمی که یا خریقم آوزیایی لسر زحمت بکرنم نقطه کی لابم بالکو و رابو باشکو بیبری و وقت که بابت رحمت عربی خیلی وان خریق زاکی زحمتم بالکو و رابو برشو یعنی لاتی عسرت من الراحه ديكم رام فلق وبخت مقاس مكيانو وراكي رحمت همديز مريانو ام فلق يعني ام قردونا ام صوري دورانا لبختي منا ميشك دينيتا اراوا ميشك دي اريتا سرنو هنا كريكا من كراندوما لام بردوا بلا او ميشك دي اكريتا سري قوميشكي ودانيا بيبا نقطيتر ايو توبا زحمتها ميسانو وجاء أما جاب تصحيف لمعما هيا هر مولوي هناك هيا معمايك هيا أو مريدي مرحوم الشيخ عثماني تويليبوا مثلا قريكيتي أو شيخي خوي بناسيني قريكيتي بناسيني وبلام ديار ناوي ناهيني يكيق لأدب كردن لأدب كردن أو يكا كاسيك تشكولا بيه برامر بقوركا ناوكي خوي نهيني كأنما نوع أدب يعني مثلا دمي من لياقتي أو يعني ناوي توي بيابي أو ناوي قولك مي بيابي قريكتي آواء معرفيك علي لو دلينا جنس رنية ترقى ورد زندي أبد بو تيدا زياد كر دل يعني قلب همان قران كاري حرف كيك. نا جنس أقل لو سرو بيخواني تو أبتا سنجان سنجان بفيالو شد عليه باشا إيسا رمية الآورد يعني تصحيف أويش رمية كيب قوري جاء تصحيفي كيب سنجان مثلا سينك كبشين نونك كبيه جيمك كبخي بيشي. شيخ ألف نونك لواها جاء أمرا زيندي أبد زيندا ها زي ونون ودال وهي أبد يعني بيدوائي بيدوائي يعني أو حرفي آخر كهيك هي أو يتكانوي هر ذي بي ونون بي ودال بي تيدا زياد فجا تيزيال كردن مثلا زيكانية حسابي أبجدا حوتة مرتبيكي بيزيالك يعني تو مرتبي عشرات لنظر بقرة مرتبي عشرات حوتة بيت حفتة حفتة بيت عين لا أبجدا أمجارة نونكا نون شيا لا لمرتبة عشرات نون بنجاية مرتبة إضافة كشورة مرتبة مئات يعني صدها أبيتها بين صد يعني مرتبة مئاتي بنجاء أبيتها بين صد
بين صدقر حرفك عن لنزل قري ثيثي نختية باشا ثا بيتا بانصاد أو عث أنجر دالك دال شوارة مرتبة أحدك ولي مرتبة عشراتك أبيتا تشل يعني عشراتي شوار تشلة دي عشراتي شوار تشلة تشل أبيتا مين أبيتا عثم عثمك لبين شيخك وألف نونك داني أبيتا شيخ عثمان يعني أوانا يبا لو دلينا جنس رنيتر آورد زيندي أبد بو تيدا زياد كر أما همو أو لواقع عقرتو حسابي كي دروس كردي تعقيدي معنوية كابلت معناقي بنا دوزريتو أم قرية زور بقرانا كريتو والان ديارة أما بو طيفك خاصة وكسانك تايبتك أو كان هنر نواندنا وإلا فهو الفن الثالث يعني وإلا أقر هاتو لا مقصودي بذاتك مثلا ما بست احتراز لخطأ لتأدية معناه مرادة نبو وما بست اعتراز لتعقيدي معنوي نبو هو فني ثالثة جاء فني ثالث خوي معمولا بوجوان كاري بكار أبري واتر رعايتي أو انتهى مو كردوة مثلا نظري أدبيات وعيبك إرادك نايا تسرد بلان تو قرقت مثلا جناسك بكار بيري بو أويك لفظك جوانتر أدا بكري يعني أو بجواني مثلا متواني أوي وكو ألي ليود بخويني ضوي من نخشان كشي قد ليود لليو من نخشان يعني قركيتي مثلا بياركي بلا قد ما شكت بمن نداوة تاستا ولي بو جورة ليود بخويني ضوي من نخشان يعني الرنقاند عربي كشي قد ليود لليو من نخشان يعني نتخشان بقى اليوم هاوا جام بس اوي ليوا اما رمكي رمي خزيكا جوان ترعكا مثلا بباشتر اشتكى نشانه ده باوي هو فني ثالثة وجعل الخاتمة خارجة عن الفن الثالث واما اي خاتمة كبو مثلا بيوتا مختصر كي ترتيب دا لسر مقدمة يكو سيدان فن وخاتمة يكيش علي نا خاتمة كي بخارج لفني سهم هنا عربي نا إجازة بيشتبه بعدين علي خو أوج حساوة علي كاك فني أو خاتمة كلا آخره هنا وتيه هاد داخل فني ثالثة وجعل الخاتمة خارجة عن الفني الثالث وهم يعني غلط باشا كما نبين إن شاء الله تعالى كاتو وقت أو داخل فني ثالث به بس وجهي نية توبة جي حساويك اي باش امر او خسب هيابي دوشتي لرا الاولونيه كاتشي سربين الفن الاول دعي مقدمك الفن اها اللي داخل كروت سري كاتشي لرا دا مثلا مقدمه الينه هنا بنكيري هنا بو على مقدمه بوشي بنكيري هنا اي لدوايا فني هنا وعلى الفن الاول اوي بوشي بمعرفه هنا جاءوا باسي واك علي ولما انجر كلامه في آخر هذه المقدمة إلى انحصار المقصود في الفنون الثلاثة ناسب ذكرها بطريق التعريف العهدي بخلاف المقدمة واختيك كلامك منجرب لآخر مقدمك ولا أمك مقصود لمقصود بالذات منحصر أبيه لسيف أنه أعوى يكواتنا يفنكاني بردوه مناسبي هي كذكر فنونك بكا الفن الأول الفن الثاني الفن الثالث ذكري أنك بطريقة تعريف عهدي باشا يعني كأنما عهدي ذكري قبلا مثلا لازمني مقدمك فن كان إما سبب صلاحة جنو ترابي إما أشنابوين بذكري فن كان شنك أوي إما بيلن عهدي ذكري صدر صد لازمناك ذكري لفزي كرابي أكريبا كينايبي وكو مثلا بالي إني نظرت لك ما في بطني محررة أو ما يكلسكياتي بيوايا كناية للذكر لدواني الله ليس الذكر كالأنثى أو الذكر ألك ألي عهد ذكرية دي خو ذكر ذكر نكريا يجين باو شتي ذكر كرياك أو شتي كناية للذكرة كبريتية لماك حالبون ليرش دا
باسی فنونی سلاسه آماجان پیکراو بجوری کواته لازم نکرد ذکری صریح به وقتی که آماجان پیکراو بجوریک پس کواته اگر ایم برن الفن الاول بلین الک الی عهدی ذکریا ناتوانن مثلا ایراد مانی بگرن ای برن بخلاف مقدمه مقدمه کلیرا کتو پروتیتی مقدمه تون لو بر ذکری کی بونه کلی تاوله المقدمه يعني نبى صراحتنا بغير صراحة باسي مقدمة نكراوة فإنها لا مقتضية لإرادها بلفظ المعرفة في هذا المقام فإن يعني أو مقدمة هيتش تيقنية كاقتزاء أو بكاك إيما مقدمة كبلفظ معرفة لما قاما وارد كين لبرو فنكرها لبرو بنكيري هنا وقال مقدمة والخلاف في أن تنوينها للتعظيم أو التقليل مما لا ينبغي أن يقع بين المحصلين هند يقول أنا تنويني مقدمة تعظيمة واتلم شوينا بحثي مثلا اشتيك كريك زور أرزشي هيا بو أويك لفنونا استفادة لك بل يترك خوان سورو كردو ورقي لامليان هلصة عندوها وتوي أنا خير بو تقليل حربي أري باوة أكري بو تقليل جبه بو تعظيم جبه تعظيم لقال تحقيرا يقناك به نقل لقال تقليلا حالبي هروكو شون مثلا تكثير لقال تقليلا يقناك به أين تعظيم لقال تقليل جيكا كوي لقال تكثير جيكا كوي حالبي بس أكري إما لرا شون مقدمك ألفازك كزور داري أرزشة زور إما سودي لي أبين بو آيان ده أكري الله تعظيما اللقل أو شاكام ألفاز اللي شوف أن كانوا كما مقدمك أتمنى بلا بو تقليلة بويا خلاف لو ذاك تنويني مقدمة بو تعظيمة يا بو تقليلة مما لا ينبغي يقع بين المحصلين لو اشتاني كبير ذاك كيف تبيني محصلة وبحسي لبك جاء مجالي راشتيكي تلباسك أو جاوازي دانان لنواني مقدمة العلم مقدمة الكتابة يعني من مصطلحي بين علماء وبين دانجوا إسلامية كانت دان جوا كان دان جواني بلاغة سبان الرن إسلامي قناك بالي علي يعني أودو إصلاحها مقدمة العلم يجن ومقدمة الكتاب يجن بزين جوازي كان شيء علي والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش يعني علي مقدمة كإما العلماء بكاري دينين باشا بو بعزي ألفاز ومقاصد كالبيج مقصودي بالذات ذكر أكريه أولا سر معنى حقيقي خوينية بلكو استعاريت يايا استعاركت شيا علي أمام مأخوذة لمقدمة الجيش جاء مقدمة الجيش يعني مقدمة السبا بشي أرن لجيشا ولا للجماعة المتقدمة باشا للجماعة المتقدمة منها بو أو جماعتيك بيجرون يعني أكون برولا منها لجيشك باعتباري جماعة هاي مؤنسي بوبردوتها جاء خبلرة معمولا وبلين سبا ماذا الميسي جوايا أنا ياهره وهي قديم بوا كردو أنا ببينج باشو باشيك يعني لاي راز بوا بيانو تم ميمنة باشيكي لاي شب بوا بيانو توا ميسرة باشيكي لبرو بوا بيانو توا مقدمة باشكي لدواي همو يعني بيانو توم مؤخرة يا مؤخرة لسر وزني مقدمك باشكي شي لوسطي همو يعني بيانو قلبي لشكرك قلبك جاء ما كلا بيشا بحسي ليك يعني لشكركي اما بريتيا لفنوني سلاسة مثلا لم علما نالا شويني كتلا شايا جوري كتر بي بريتيا لفنوني سلاسة او لشكرك معنا دي امجار مقدمك يا وي كلا بيش همو يعني وتلا كتل بريو أم باسي فصاحة بلاغتيك لأولو بحسي لأكا كواتا يعني يوجد مقدمكي إيما كمقدمة الجيش وق مقدمة الجيش وايا مقدمة الجيش مثلا إذا هاتوين مقدمي يعني نك أو ناوي مقدمة نبوة لا أصلها يعني أو ألفاز متقدمة أو ألفاز بيشخراوة أو ألفازيك لسرتاوة لدسبيكا باسمان كردوا وق مقدمة الجيش وهاي دي أمر أم خوي حزف كراوة يعني الفازك مقدمة كمان يشتتو استعاري مصرحة بويا أري والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منها من قدمي بمعنى تقدما
يعني قدمي لازم يقال مقدمة العلم أما جاء فرق علين مقدمة العلم مقدمة العلم بشيء علين لما يعني كواتي يقال أو لا مش بمناي علايا يعني يحمل مقدمة العلم على ما يتوقف عليه الشروع في مسائله آه يعني مقدمة العلم داء بردري بسر أو اشتدى كشروع لمسائل علم كذا متوقفة لسر أو اشتدى يعني تا أو اشتدى نزاني ناتواني بشتنا مسائل علمك وك تعريف علمك وك موضوع علمك وك غاية علمك آه بس كواتا مقدمة العلم متوقف عليه الشروع لمسائل علمك و بريا متوقف عليه الشروع ومقدمة الكتاب يعني يقال مقدمة الكتاب يعني داء بردري مقدم يعني يحمل مقدمة الكتاب لطائفة على طائفة لسر كومالك من كلامه لكلام ناوكتيوك كأو كومال كلاما قدمت من ألفاظه وباشتربو الألفاظ قدمت أمام المقصود بيش درا ولا بيش مقصودك بلا من لبر أويك مقصودي بالذات متوقف لسري بل كل ارتباط له بها باشا لبر أما ارتباطك هيا له بو كلامك بها بو كومال ألفاظه يعني بو مقصودي بذاتك يعني مقصودي بذاتك ارتباطك هي بو طائفه وانتفاع بها فيه باشا ولا برأ ويك يا ملك تيب كداخلي مقصودي بذاتك بوين نفع بين بها بو طائفه لكلامك بيشمان خستوا على برو بيشمان خستوا جا هل اقري اميك اتواني اوايل يديك اقر واقعا امام مركب لمقصودي بذات لاين لما يتوقف عليه الشروع لغير أويشة فاز مقدمة الكتاب أعم بياني نسبتي بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم أبيت عموم خصوصي مطلق وايا ولي أقر وايلي بدينه نخيل أما بوبش ينارن كتوقف إلى سنة بوبش ألفازي ترعرن كإما بيش ما خستوه هرشان إما لمقصودي بذاتك سودي لي بين بكرك ماندي ولا مقصودي بذاتك شروع بمسائلك باشا توقفين بس سري يعني متوقف عليه نية متوقف عليه شروع جاء يا بالي اگر وابيه ابيت تباين نسبتي بين ابيت التباين يعني اوي كوا مقدمة العلم هو متوقف عليه اوي كوا مقدمة الكتابة متوقف عليه نية ها جاوازيان هيا وهي ها هنا وهي مقدمة كليرة لبيان معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في علمي المعاني والبيان وما يلائم ذلك مقدمة كليرة دا بورون كردنوي معناي فصاحة بلاغته يعني أو دواجه كمترح لرئي ما أوانا رونكينوا وهروها بو منحصر بو أو أجراء قياني كبالي أم علم منحصرة يعني أم أم علمي بلاغة منحصرة لدو علما كيك كان علمي معانيه يك علم بيانه وهروها منحصر لدو علمه لشتيك شا كأوشت يلائم ذلك يعني مناسبة لقال أو علمي معاني وبياني لقال أو مذكورة كبريتي لبديعك عارف ولا يخفى وجه ارتباط المقاصد بذلك يعني مخفينية باشا وجه ارتباط مقاصد مقصودة بذاتك بذلك يعني بو مقدمة يعني بم شتيك لرازك الكراوة أشكري وما يلائم ذلك ولا شن بلا بديع كينوتا هرعت في كينو انحصار علم البلاغة باشا في علمي المعاني يعني انحصارك عاتف كرو بوسر معني فصاحتك بلي لبيان انحصار علم البلاغة باشا في علم المعاني والبيان وما يلائم ذلك آوتا بلي وش العتبة أمر رنق اشتبابي
ولنا ما عمل سر ما يلائم ذلك آه. وسر معناه فصاحة بله يعني اشتيا كملائمة لقل معناه فصاحتها أو كملائمة لقل معناه فصاحتها همان بديعة كيا ولا يخفى وجه ارتباط المقاصد بذلك ديارة حتما مقاصدك ارتباط يقل أما هي آه. جاء أم جارة والفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب أم رنق خوي نزلي لسر أوبي أميك أما ذكر ما نكرد ومقدمة الكتاب حالبي بويوتي هاتوا بوها لدوايا ولا يخفى وجه ارتباط المقاصد بذلك لبشاوتي لتعريف مقدمة الكتاب كاوتي لارتباط له بها أو هنا لرشاع ويمتلح كل معنى أم مقدمة إما مقدمة العلم نية مقدمة الكتابة درست شن إما لرا علمك مثلا علمي معاني علمي بيان علمي بديع لم مقدمة ما تعريفي أوان ناكين أو غاية جدوانا باز ناكين بلكو كتشويننا أوان باسيانكين شوينا علمك والفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب مما خفي على كثير من الناس جيوازي دانان لنيواني مقدمة لمقدمة الكمال لو اشتانيك خفي ماوا لسر زوريك لخلق واتا زوريك لخلق بوان جيبا جينا ببالام لير يما بم فرقا مقدمة العلم بما يتوقف عليه الشروع يجن ومقدمة الكتاب بغير ما يتوقف عليه الشروع يجن بالام لقال اوشك الشروع لسر متوقف نيا بفائدة جنية يعني نفع بوما لاني اجر او مقدمه الكتاب ما نزل به باشر لنا وركي مقصودي اصلك تيالي بس ما بيتاير موافق بالشروط.